رادار إيريس التركي، خطر تخشاه طائرات الشبح. نظام الإنذار المبكر إيريس تركي الصنع بات في مراحله الأخيرة قبل الإنتاج الكامل مطلع 2021. سيكون أول نظام رادار وطني بعيد المدى يستطيع كشف الصواريخ البالستية وطائرات الشبح مثل رافائيل الفرنسية وغيرها من طائرات الجيل الجديد والطائرات بدون طيار واستهدافها من على بعد عشرات الكيلومترات. ويتم تنفيذ المشروع الاستراتيجي باتفاق بين رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وشركة أسلسان عملاق التكنولوجيا العسكرية، ويجري تطوير وإنتاج 4 أنظمة رادار للإنذار المبكر المحمولة ذات القدرات المحلية. يتكون النظام من 4 مكونات منفصلة تشمل النظام الفرعي للرادار والتحكم في الأوامر ونظام أشعة الراديو والمولد، وهو مزود بقدرات على تتبع مناطق المقطع العرضي الراداري مثل صواريخ كروز والطائرات الشبحية المقاتلة، وتم تزويده بنظام الاستجواب AFF لمعرفة الطائرات الصديقة من العدو. وأثناء اكتشاف الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى وتعقبها، يمكن لنظام الرادار حساب نقاط القذف بدقة عالية والقيام بمهام الاستهداف والإسقاط للتهديد في أجزاء من الدقيقة. وستكون رادارات إيريس قادرة على الاندماج في مراكز إخطار التحكم ونظام القيادة ضمن المجال الجوي لحلف الناتو، ويتم تجهيزه ليكون مستعداً للعمل جنباً إلى جنب مع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وبالتالي تقليل وقت رد الفعل عن طريق إرسال معلومات الهدف مباشرة. وبفضل قدرات الحماية الإلكترونية المتقدمة للنظام، سيكون قادراً على المقاومة بأعلى مستوى ضد هجمات الحرب الإلكترونية من قبل عناصر العدو. والمفاجأة، سيكون نظام إيريس قادراً على اكتشاف الصواريخ المضادة للإشعاع باستخدام ميزات التهديد في قواعد بياناته. ستتمكن القوات الجوية التركية من نقل النظام بواسطة مركبات بعجلات تكتيكية فئة 10 أطنان وطائرات نقل C-130 و A-400.